يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء تحقيق الأحلام. حلقة جديدة وأحلام مواطن. معنا النهاردة حكاية نموذج للمعنى الحرفي للتحدي والإصرار ومكافحة أي ظروف تبان صعبة جدا أو ممكن مع أي حد تلخبط له حياته. مش عاوز أقول كمان ممكن تهد له حياته، لكن لما يبقى دايما قدامنا نماذج إيجابية والنماذج الملهمة، خد بالك من كلمة الملهمة دي، لأن احنا متعودين دايما في أحلام مواطن هتبقى النماذج الملهمة ليها دور أساسي في هذا البرنامج. حكايتنا النهاردة اللي حبيت أبدأ بها برنامجي معاكم حكاية شاب جميل عرفناه من السوشيال ميديا. طب عرفناه ازاي؟ خد بالك بقى، لأن السوشيال ميديا أنا الآن أحدثك على الجانب الإيجابي من السوشيال ميديا، لأن في جانب تاني جاي بعد شوية. مصطفى صبحي، مصطفى صبحي شفناه كلنا على السوشيال ميديا، ربنا يا رب يعافيه ويعافي الجميع. تعرض لحادث كان زي الفل، فقد بعد هذا الحادث البصر. ابتلاء من ربنا في الأول وفي الآخر، ربنا بيسبب الأسباب، ولكن طبعا لما يبقى أي حد حضرتك أو حضرتك اللي بتشوفوني دلوقتي فجأة بعد حادثة ما وربنا يحفظ الجميع فقدت بصرك، هتتعامل إزاي في الحياة؟ انت اب وزوج، اب لولدين وبنت وزوج، وفقدت بصرك وانت في عز شبابك، شكل الدنيا هتبقى موجوده معاك ازاي؟ انتوا شايفين معايا صوره مصطفى اهو اللي هو بطل قصتنا في احلام مواطن النهارده، اللي انا بدعو كل اللي بيشوفونا ان مصطفى يستاهل تماما من خلال احلام مواطن او حتى اطمن معانا او حضراتكم ان احنا لازم نقف جنبه طالما قصته وحكايته هو اللي انا بقولها لك دي. مصطفى تحدى الظروف، بيعمل اكل زي الفل، قال انا مش هقعد في البيت ما بشتغلش، انا هعمل مشروع اكل صغير. خد بالك بقى، دي النقطه الايجابيه، ان انت تبقى بقى بتدور على لقمه العيش بالحلال والرزق وتطلع تبقى بتدور على رزقك. لازم اقول لك تحيه تقدير واحترام، اظن هو عنده كل المبررات بما ان ربنا ابتلاه بفقدان البصر انه يبقى قاعد بقى ومستني وشايف شكل الدنيا عامل ازاي. لا، ده من 7 الصبح و6 الصبح بينزل وبيخرج وبيشتغل. انا مش عاوز احكي، اروح على بطل قصتنا واسمع منه. ازيك يا مصطفى؟ ازي حضرتك؟ يا مصطفى احنا يعني بنشكرك الاول على مداخلتك معانا في احلام مواطن، وكلنا فخورين بيك جدا، ربنا يا رب يكرمك. وانا عاوز كده الناس تعرف يا مصطفى كده حكايتك يا مصطفى، انت يعني قلبت لنا الدنيا على السوشيال ميديا والسندوتشات بتاعتك الجميله الناس كلها يعني بتشكر فيها، احكي لنا الحكايه يا مصطفى. والله يا حكايه بسيطه جدا والله، بس انا مش عارف كبرت جامد كده ليه، مش عارف، لان بس انا حاسسها بسيطه والله. عشان انت ابن حلال يا مصطفى، عشان انت ابن حلال. يا رب يبارك لحضرتك، زين، ربنا يبارك لحضرتك والله، يا بقت جميله بحضراتكم والله، فانا اللي بقيت فخور بنفسي باللي انتوا بتعملوه معايا بصراحه بجد يعني والله. ربنا يكرمك يا مصطفى. الحمد لله، انا حكايتي بسيطه جدا، انا كنت لحد 29 سنه كنت مبصر وبشتغل عادي وتمام في شغلي وكل حاجه. عملت حادثه بعربيتي يعني في 2015 بالظبط، كنت عندي عربيه صغيره كده وبجتهد برضه بشتغل وبجيب لنفسي كل حاجه الحمد لله. بعد كده فقدت بصري، فخلاص بقى طبعا عندي يعني عندي زوجه واولاد، زي ما حضرتك ذكرت كده، ان انا يعني اول حاجه طبعا ان انا كل راعي مسؤول عن رعيته، وهم مسؤولين مني مش انا اللي مسؤول منهم طبعا، فكنت لازم اتحدى بقى، والحمد لله ربنا الهمني كده يعني، قعدت اتكلم مع ربنا بصراحه الهمني، ونزلت على طول ان شاء الله. قلت بقى ايه، انا كان عندي هوايه الطبخ دوت، يعني انا كنت بطبخ غاوي موضوع الاكل ده وتعمل اكلات وكده جدا فلدرجه بعمله في البيت حتى مع نفسي، وبعمل لاولادي والاهل، اهلي انا واهل زوجتي يعني عزومات انا اللي بقوم بيها بصراحه. فقررت بقى، قلت طب انا ما استغل الموهبه ديت اللي انا بعملها ديت، وانزل اتوكل على الله واشتغل، لاني معلش انا فاقد بصري على فكره، دي حاجه عاديه جدا يعني جدا، انا مش محتسبها اساسا عجز ولا اي حاجه يعني اساسا الحمد لله،
لكن بتبقى بس يعني صعبه شويه. يعني انا رحت مثلا اشتغل عند حد اكيد مش هيرضى يشغلني طبعا. يعني انا بحييك على الروح اللي انت بتتكلم فيها دي مبدئيا، بس انا عاوز اخد من كلامك نقطه كده قبل ما نكمل الحكايه عشان نفهم الناس. انت قلت كلمه حلوه قوي وقلتها بعفويه كده في وسط كلامك. قلت قعدت اتكلم مع ربنا. هو انت اتكلمت معاه وهو شاور عليك؟ عشان كده انت معانا النهارده على الهوا في برنامجنا ومع الناس الحب الشديد اللي شفناه والملايين الناس اللي بيشوفوك على الفيسبوك. كنت بتكلمه تقول له ايه؟ كنت بكلمه بقول له يا رب انا ماليش غيرك. دايما بقول له يا رب انا ماليش غيرك، الهمني اقدر اعول اولادي ازاي وزوجتي ازاي وبيتي ازاي وما تحوج لحد. من هنا نجحت فكره السندوتشات والمشروع الجميل اللي انت عملته ده. الحمد لله الحمد لله. قلت برضه اعمل ايه ساندوتش بحيث يبقى ايه، مش هقدر اعمل برضه حاجات من اللي انا بعملها في البيت بقى يعني كطبخ او حاجه كده، بحيث لما انزل في الشارع. جبت اللي هي البوكسات اللي هي الحراريه ديت، انزل في الشارع اقدر احفظ الاكل. لان انا حتى في ناس كتير بصراحه ايه قالت لي طب ليه ما بتعرضش اكل فوق البوكسات عشان الناس تعرف؟ اقول لهم لا ما اقدرش عشان الهواء والتراب وال عاوز يبقى دايما الاكل نضيف وصحي عشان تخلي بالك منه. طبعا زي ما انا باكله اولادي بالظبط. وموضوع الاعاقه البصريه ربنا يحفظك، انت حافظ دايما زي ما احنا شايفين مع الناس الصوره دلوقتي على الشاشه، انت حافظ هنا في سندوتشات المربى، هنا القشطه، هنا الجبنه، انت عارف انت قدامك ايه. النظام لان انا اللي بعملهم بايدي كمان، يعني اساسا انا بعمل بايدي انا وانا وزوجتي طبعا، يعني ربنا يبارك لها طبعا، واولادي ربنا يحميهم يا رب يحفظهم. بنجهز مع بعض كده، اولادي يروحوا المدرسه وزوجتي توصلني في المكان اللي انا بقعد فيه دوت، وتروح هي تشوف البيت وكده، ولما بخلص البيع وربنا يكرمني ان شاء الله بتصل بيها هي تيجي تاخدني بقى على طول. انت بتبيع وبترزق، الدنيا بتمشي حلو، اكلك جميل يا مصطفى. ربنا لو خلاك تفقد نعمه البصر لكن انت عندك البصيره، ودي اهم بكتير يا مصطفى. مصطفى برنامجنا برعايه مؤسسه اطمن معانا والناس بيشوفونا. انت نفسك في ايه يا مصطفى؟ نقدر نحقق لك ايه من اللي انت محتاجه بانك انت خدت بالاسباب وكلمت ربنا وهو شاور عليك؟ الحمد انت لله. نفسك في ايه نحققه لك يا مصطفى؟ انا عارف ان انت كان في مساله ليها علاقه بعمليه اعتقد. لا والله هو بصراحه انا عندي مشكلتي مش في عينيا سليمه، لكن انا يعني الشبكه القرنيه والحاجات دي سليمه. انا عندي مشكله في العصب البصري، عندي ضمور، حصل له ضمور، كان الاول خمول وبعد كده حصل له ضمور. يعني في امكانيه العمليه يا مصطفى؟ يعني في طبيا بيقولوا مش موجوده في مصر بصراحه خالص، اللي هي الخلايا الجذعيه الجديده اللي بيتكلموا عنها وكده، لكن مش موجوده لسه في مصر. بيقولوا لسه بنحاول نوصل للعصب البصري عشان دي حاجه دقيقه جدا يعني. لكن هو انا اساسا بصراحه مش عايز افتح خلاص. بجد والله انت راضي، انت عندك حاله رضا سبحان الله. يعني ربنا اقسم بالله يا مصطفى اسمح لي، يعني انت ربنا حط في قلبك حجم رضا واحساس كده بالعظمه بعيد. يعني واحد غيرك كان ممكن الوضع بالنسبه له يبقى مختلف تمام. هو في احسن من نعمه البصر؟ اقول لحاجه حضرتك يا استاذ هاني، انا وانا في المستشفى اساسا قبل ما اخرج وانا نايم على السرير اسمع والدي والدتي واخواتي وزوجتي واولادي واصحابي بيبكوا وانا عمال اضحك. قلت انتوا بتعيطوا على ايه؟ كانوا بيضحكوا عليا طبعا، يقولوا احنا بنعيط على حالات ثانيه داخله وكده يعني، لكن هم بيعيطوا عليا انا. لكن انا كان ربنا حط فيا الصبر من وانا على السرير من قبل اساسا حتى ما اخرج واقول خلاص انا هرضى باللي انا فيه. لا انا كنت راضي جدا الحمد لله والله خالص، الحمد لله والله مش كلام اسف يعني تلفزيون او حاجه، لكن انا راضي بجد. انا ده من بيني وبين ربنا، مش يعني مش عايز اقولها عشان حتى اسمع حد حاجه زي كده. لا احنا اللي اتصلنا بيك يا مصطفى، واحنا اللي دورنا عليك، وانت حد عندك عزه نفس تحسب لك تماما. وبجد والله ربنا يعني بجد يكملك بحاله الرضا دي. خد بالك يا مصطفى، ده السعاده كلها في الرضا اللي انت فيه. انا بس عاوز برضو يعني احنا دايما احلام مواطن، احنا واقفين في ظهرك ومعاك وبندعمك. انا عارف ان انت العنوان بتاعك وسندوتشاتك في الهرم، انت بتقف في الهرم يا مصطفى؟ بقعد في الهرم في الشارع يعني. احنا شايفينك اهو يا مصطفى في الهرم كده، الناس بتقف من الصبح يا مصطفى، السندوتشات بتخلص تقول السلام عليكم. من 8 ونص، من 8 قصدي صباحا كده لحد ما ربنا يرزق ان شاء الله. بس الايام دي بقى الحبايب بقى ناس بتجيني من السويس وناس بتجيني اخر الدنيا. بيقول لك سندوتش الحلاوه عندك والقشطه فظيع فوق الشنيع يعني. ربنا يبارك لحضرتك يا رب، ربنا يبارك لحضرتك. ربنا يبارك لك يا مصطفى، كل الدعم ليك يا مصطفى يا صبحي يا جميل، وكل ان شاء الله ان شاء الله تدريجيا كده باذن الله كده يعني خطوه خطوه كده ربنا يديني من نعيم وان شاء الله كده يا رب، وافتح محل كبير. نفسي افتح محل كده ان شاء الله. احنا هنكون معاك لغايه ما نصور معاك وانت بتفتح المحل. هتسميه ايه؟
كل من ايد الكفيف. كل من ايد الكفيف مش استغلال، والله مش قصدي استغلال ولا حاجه. الموضوع كلمه كل من ايد الكفيف دي مش قصدي استغلال. الاسم عميق وليه معنى، الاسم عميق وليه معنى، افهم ده كويس يا مصطفى. كل التقدير والاحترام ليك يا مصطفى، بشكرك جدا جدا على توضيحك، وان شاء الله على موعد بلقاء معاك باذن الله عشان نتشرف اكتر بيك، فربنا يوفقك وان شاء الله اللي جاي خير ليك يا مصطفى. يا رب، اللهم امين. شكرا لحضرتك، شكرا. مداخله مهمه مليانه امل وتفاؤل ومعنى حرفي للتحدي والاصرار من تحت اي ظروف. اهو مش بتقول لي اهو لي يعني ايه في اكتر من النظر حضرتك وانت بتتفرج عليا دلوقتي؟ لو غمضت عينك في ايه ممكن تاني في الدنيا؟ طب مصطفى فقد بصره، وده التوم بتاعته، وده شغله، ودي حكايته. اعتقد كان رساله مهمه جدا من برنامجنا النهارده. هنطلع فاصل سريع واستقبل بعديه الدكتور محمود شبل الداعيه الاسلامي، كلام بقى مهم جدا ورسائل جات لنا على الصفحه، الرجل والمراه والاعتصام بحبل ربنا، واسئله مهمه جدا في فقره اتصورها مميزه مع تقارير اكثر تميز للطمن معانا. ابقوا معنا، محدش يتحرك. فقرة الخير ووقت الخير، عرض مستمر دايما مع اطمن معانا واحلام مواطن. انضم ليا في هذه الفقرة اللي بتشرف بوجوده معايا النهارده الدكتور محمود شبل الداعية الاسلامي. برحب بيك يا دكتور ومنور في احلام مواطن. اهلا بيك يا استاذ هاني، ربنا شرف ليا وجودي معاك. رضي الله عنك ورضي عن جمهورك الكريم، ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك في عمرك. اطمن معانا دايما بتاكد في كل المناسبات فعل الخير ومساعدة الناس في كل المحافظات، داخلين على الشتاء وكسوة الشتاء والسقعة والبرد، وحملات بقى اللي بتعملها المؤسسة حدث ولا حرج، جزئية مهمة جدا حابين كده نطمن الناس من خلالك في الأول أن نطمن معانا جاية بهذا الدعم في الفترة القادمة. قبل ما نخش في صلب موضوع حلقتنا النهاردة وهو الاعتصام بحبل الله بقى، وندي للناس بقى نماذج إيجابية جدا هيشوفوها معنا في التقارير. تمام، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، مسألة كسوة الشتاء والبطاطين والكلام ده، احنا دلوقتي الحمد لله في نعمة وفضل وفي دفء، غيرنا دلوقتي زي ما شفنا في التقرير قبل كده وسافرت مع حضرتك في الأماكن، يعني ما فيش هدوم كويسة تحميهم من البرد. فالحمد لله مؤسسة طمن معانا دلوقتي عملت كسوة الشتاء، ترنج وملابس وكلام من ده، تقريبا 1000 جنيه. يعني الموضوع كده ما بقاش فقط الحفة وبطاطين، لا ده احنا بنتكلم في كسوة اللي هي ملابس معينة كمان بتساعد في الدفع في الشتاء بالنسبة للمحتاجين. بالظبط، ترنج وكسوة عموما كلها كاملة ما بين الأحذية والهدوم وكده ب1000 جنيه. ولو عايز حضرتك المشاهد الكريم مش قادر ب1000 جنيه، في السهم ب250 جنيه. فانت كده دلوقتي بتشارك ان انت تحمي نفس، ان انت انسان ده بيتعب، انسان مش قادر يتدفى، انسان مش قادر يعمل ادنى الحياه الكريمه. فالمؤسسه مدياك الفرصه ديت بالكسوه دي مع الحمله بتاعتها ان انت كمان تقدر تشارك او تساهم، عشان احنا داخلين على ايام ساقعه والناس كلها اكيد محتاجه الجو ده. وده مرتبط بقول الله سبحانه وتعالى اللي هو صلب حلقتنا النهارده اللي حضرتك اتكلمت عليه، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ايوه، الاعتصام بقى. قبل ما ابدا اشوف اول تقرير معانا النهارده في تفسير الايه الكريمه، كيف هو الاعتصام بحبل الله بقى وعدم التفرقه، عشان يبقى الناس عارفه ان الايه وانت بتقراها تدبر القران وافهمه وشوفه بتعني ايه، ورب العباد من فوق 7 سماوات كان يقصد ايه وهو بيقول الايه دي. متالق دايما في اسئلتك يا استاذ. الله يخليك. واعتصموا بحبل الله قال بعض المفسرين اي بدين الله، واعتصموا بحبل الله قال بعض المفسرين اي بعهد الله، قال بعض المفسرين واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالقرآن. في قول جميل قوي لابن مسعود رضوان الله عليه: أي عليكم بجماعة المسلمين، تكافل بجماعة المسلمين، فإنما تكرهونه في الجماعة خير مما تحبونه في الفرقة والاختلاف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا أستاذ هاني، هذه هي الخطوة الأولى على طريق النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، أن نكون معتصمين بحبل الله جميعا، وأن يكون هناك تكافل، وأن يكون هناك ود، وأن يكون هناك أخوة. الأخوة، أنا هاخد بقى من التكافل والاعتصام احد مظاهر الاعتصام بحبل الله جميعا، تقارير اطمن معانا اللي بنأكد بتواصل الناس مع الارقام اللي على الشاشه، ان انت بتروح بتبقى
بتساعد ناس ما تعرفهمش ما شفتهمش من خلال المؤسسة، فبتبقى قيمة غالية جدا. صحيح. طب نطلع نشوف أول تقرير عشان نجسد المعنى والآية اللي بيقولها لنا الدكتور محمود اللي واضح النهاردة كده إن هو جاي متألق جدا. نشوف أول تقرير ونرجع. وشوش الأطفال اللي انتوا شايفينهم حواليا دول موجودين في محافظة بني سويف، جينا النهاردة أحلام مواطن واتطمن معانا عشان نحقق ولو جزء بسيط من أحلامهم. طب تقول لي أحلام مواطن، طب الأبرياء دول والوشوش دي لما يكون كل حلمهم فقط يشربوا مية نظيفة، أعتقد رسالة مهمة جدا النهاردة بنطمن معانا وبرنامجنا من محافظة بني سويف إن احنا نحاول نساعدهم ونقف جنبهم، لأن دايماً هي دي القيمة من اطمن معانا والإعلام الهادف. لو الناس دي ليهم حق علينا يبقى لازم نثبته بالفعل مش بالكلام. زي ما بتعمل دايماً مؤسسة اطمن معانا في كل محافظات مصر، عشان كده كنا موجودين النهاردة في محافظة بني سويف في مركز الكوم الأحمر عشان نشوف الناس دي اللي بدعم حضراتكم والتواصل مع المؤسسة بنقدر نساعدهم في توصيل وصلات المية أو حتى حفر الأبار أو أي مساعدة. طالما قررنا نسيب القاهرة ونيجي بعيد قوي هنا في بني سويف يبقى حقهم علينا نسمعهم. نتعرف عليك، أنت اسمك إيه؟ اسمي أم محمود. أم محمود أنت بقالك كام سنة هنا عايشة من غير مية؟ والله بتاع 3 سنين ونص أو 4. آه بنشيل المية والله العظيم يجي 5 كيلو كده ولا 5 كيلو عشان تملي مية. آه والله على راسي بالجردل، يعني الجردل عندي جوه والله عليها فاضي. لما يبقى مجرد حلمها فقط وصلت والله مية. والله وصلت مية بس. هي وأولادها وأهلها وناسها أعتقد بيبقى طلب بسيط جدا لكل اللي بيشوف التقرير دوت. والله العظيم إحنا عايزين وصلت مية، لأن المية هنا بصراحة صعبة. فمش معقولة راح أشيل من هناك من آخر الدنيا وأجي أعمل أكل وشرب وبشتغل عليه. اطمن معانا، تبرعك أمانة. دكتور محمود شفت معانا التقرير وزي ما اتفقنا ان الاعتصام بحبل ربنا في ناس انت تبقى عاوز تقف جنبهم ما بتشوفش، ما هو ده المعنى الحرفي لتفسير الآية أو جزء من التفسير عشان أكون أكثر دقة يعني. صحيح. عاوز أخد تعليقك برضو نبقى بنأكد للناس، إحنا حريصين نروح كل المحافظات عشان يبقى فعلا الناس دي محتاجة حد يساعدهم فعلا. أستاذ هاني إحنا الوقت لما شفنا التقرير مع حضرتك المعاناة في أدنى الحياة الكريمة في المية، الناس دي عايشة إزاي؟ بتاكل إزاي؟ بتقول 4 سنين ما فيش مية. العيال دي بيتعلموا ولا ما بيتعلموش؟ حياتهم ماشيه ازاي؟ احنا بنتكلم دلوقتي في الف ب ان يشربوا ميه نظيفه. انت لو تفتكر حضرتك لما انا جيت وحضرتك عشان نتوضى في صعوبه، الميه نفسها مش عارفين نتوضى بيها، والله عز وجل قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. فجدير بينا وجدير بالجمهور المتميز لمؤسسه تطمن معانا انه ما يسيبش الناس دي، ودايما يقف ودايما يقف جنبهم ودايما يقف في ظهرهم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. انت هتكون تجارتك رابحه مع ربنا سبحانه وتعالى، انت تعامل خالق الخلق سبحانه وتعالى. فالاعتصام بحبل الله جميعا ان احنا نكون معتصمين. طب ناخد فكره عن اعتصام الانبياء بالله. اه نبي الله يونس لما اعتصم به ربنا نجاه؟ نجاه. اعتصم به فين؟ في بطن الحوت. ظلمات ثلاث، ظلمه الليل وظلمه البحر وظلمه الحوت. لو نجا من ظلمة الحوت هيفلت ازاي من ظلمة البحر؟ لو نجا من ظلمة البحر هيفلت ازاي من ظلمة الليل في المية وممكن يتخبط في أي صخور؟ فيونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه ربه مولاه. يعني في أي إن كانت ظروفك وأنت بتعتصم بحبل ربنا وبتنجيه ربنا هيبقى دايما واقف جنبك، ربنا ينجيك. وبرضه يعني على عصرنا الحديث بقى فرصة الوقوف جنب الناس والمساعدات الإنسانية اللي دايما حريصة مؤسسة تطمن معانا إن هي تبقى بتوصل المساعدات دي للناس، هل ده يصنف برضه جزء من الآليات أو الأدوات اللي يعملها الإنسان على حياة عينه إن ربنا دايما يبقى بيكرمه على أساسه وينجيه؟ لازم يكون في صداقة خبيئة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أيوه حتما.
حاجة جميلة. احنا في يومنا تحسب من الصبح لحد دلوقتي اكيد لنا سقطات واكيد لنا ذنوب ومعاصي، فلما يكون ليك صدقة ما بينك وبين الله ينجيك رب العباد سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يظلك، تكون في ظل عرشه سبحانه وتعالى، يوم لا ظل الا ظله، في ظله، في ظل ربنا سبحانه وتعالى، تكون تحت عرش الرحمن جل جلاله. انا عاوز افرح الناس اللي عندهم الصدقة دي بالتواصل مع المؤسسة والناس ما يعرفوهاش، وطمنوا ان انت هتكون تحت ظل الرحمن. بوريه ايه؟ تواصلك مع المؤسسة دي، الناس اللي بنروح نساعدها، ودي التقارير. صحيح. نطلع نشوف تقرير تاني نأكد بيه دعم، اطمن معانا وتواصل حضراتكم معاهم عشان تبدأ تشوف اللي انت الجنيه اللي بتدفعه بيروح فين والمين. نشوف التقرير. نطلب من الله شوية مية نظيفة نشربها احنا واولادنا، الاولاد اللي هم مستقبل البلد، فنطلب من اهل الخير انهم يساعدوا الجمعية اللي هي هتساعد الناس الغلابة دي في القرى وفي الارياف. محتاجين مية، لان احنا قاعدين هنا على بعد 3 كيلو من المية، هنروحوا بالبسكليتة بالعجلة نجيبوا مية وناجوا. والله احنا عايزين وصلة المية عشان الخط بعيد مننا، بنجيبوا المية بالجراكن من اول الطريق من خلال مؤسسة اطمن معانا، ساعدونا عشان نشرب مية أبوخ مية نظيف. يعني تعبانة جدا 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 يعني، وموضوع المية ده لما شربت دلوقتي ما استطعمت المية برده خالص، مية ملهاش أي عازة يعني. كرمت علينا مؤسسة اطمن وركبتوا له مية، يبقى أنا والله نقعد يعني شايلها لكم جميل طول العمر. محتاجين أبيار مية بير 2 3 4 أو 10، بنطلع نشيل المية من على المحطة بتاع شمان. الناس هنا حتى يعني ما يقدروش يتكلفوا بير ولا 2. احنا بنشرب كده من الترعه، بنتوضى من ميه الترعه، وميه الترعه فيها عليها ميه صرف. تبقى معاناه جامده ان انا نجيب ميه من البير ونغسل الهدوم ونطبخ، يعني تعبانه جدا 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 يعني. وانا عايش على الميه الملح، انا اصلا احساب ما فيش لو معايا كان عملت. ونسال جد هنا ما تقدرش تدخل الميه بعيده علينا، يعني عشان تدخل بهنا بمبالغ كبيره، بس عاوزين ميه وميه حتى نشرب بيه. يا جماعة أنا قاعد في النجعة ده ما عنديش مية ولا عندي أي حاجة خالص، وإن طبعاً كنت بشرب من الترومبة ديت. اطمن معانا، تبرعك أمانة. الناس لما بتبقى بتستغيث بالمؤسسة وبالناس اللي بتواصلوا اعتقد بتبقى مش محتاج مجهود ان انت قلبك يرق وتبقى عاوز تدعم. مش عايز اقولك ان الرسائل جت في اثناء الفاصل قد ايه على صفحة البرنامج لدعم الناس دي، اعتقد في مشاهد بتبقى حكي عن نفسها، ان انت تبقى كمسلم بقى بتدور على فرصة تجيلك في تقرير زي كده وانت بتقلب وبتشوفنا، تبقى فرصة ان انت تبادر. انا بقول صح يا شيخ؟ صحيح. الله عز وجل قال فاستبقوا الخيرات. انت حضرتك لما الصدقة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. النبي اللي بيقسم وهو الصادق الأمين الذي لا يحتاج أبدا إلى قسم. فأنت لما تكون عندك ثقة في الله ومتوكل على الله ومعتصم بالله سينجيك رب العباد جل جلاله. فالمشاهد اللي احنا بنشوفها دي، لو ان الإنسان عنده قلب وما خشعش وما قش، اعلم انه لا قلب لك. في مشكله، في مشكله، عندك مشكله. ما هو اصله الا من اتى الله بقلب سليم، وبدل عندك مشكله هتقابل ربك سبحانه وتعالى ازاي؟ وشروط القلب السليم ده، النوعيه دي من النوعيه دي، لان القلب ده يا استاذ هاني زي الوعاء او زي الكوبايه دي حضرتك. الكوبايه دي زي القلب كده، بتحط فيه طاعه طاعه طاعه، حلو، وممكن تحط فيه معصيه. لما تحط فيها معصيه هينكت فيها نكته ايه؟ سوداء، هيتملى سواد. حضرتك بقى هيجي هو يصلي، الصلاه هتقع، مش موظف الصلاه، يجي يخشع، مش الخشوع هيقع خلاص. ملوش مكان. يبقى احنا التخليه قبل التحليه. يعني ايه التخليه؟ التوبه الى الله سبحانه وتعالى، بعدين نحط الطاعه والصدقه. أيوة. عشان القلب يكون سليم، عشان القلب يقدر يخشع، عشان القلب يقدر يلقى اوامر الله سبحانه وتعالى ويلقى ربه وهو راض عنه. اللهم اضع علينا جميعا. اللهم امين يا رب. قبل ما وقتنا يدهمنا، الفرق بين الاعتصام بحبل الله والاعتصام بالله، عشان ده كان عنواننا النهارده في فقرتي مع حضرتك، ايه الفرق بين كلمه الاعتصام بحبل الله والاعتصام بالله؟
الاعتصام بحبل الله للحفاظ على الجماعة والمودة والأخوة بين المسلمين، جماعة الإسلام، الاعتصام بالله الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. السؤال القوي جدا يا أستاذ هاني، واسمح لي على سوء أدبي معك، كيف يعني لو حققنا الاعتصام هل سينجينا الله؟ يعني ربنا لما نعتصم بيه سبحانه وتعالى ونوعي الفقهاء ونوعي الضعفاء ونوعي المساكين والكلام ده ربنا بينجينا؟ طبعا. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال الله وكذلك ننجي المؤمنين. القصة الجميلة أو السريعة اللي في نص دقيقة عشان احنا وقتنا مهر في نص دقيقة واخد بالي، ان رجل من الصالحين كان يركب بغلته يوما ماشي في الصحراء فاعتقده قاطع طريق، اللي قاطع طريق عايز ياخد الفلوس اللي معاه ويقتله، قال له طب خد المال، بيقول زي اي حد خد المال وما تقتلنيش، قال له لابد ان اقتلك ستفضحني في الناس وتقول هذا رجل اراد قتلي. فرجل الصالح المتصدق الخاشع المعتصم بالله قال له اذا فتركني اصلي ركعتين لله. فوقف هذا رجل الصالح بين يدي الله، الله اعلم بحاله، اقل الفاتحة هيموت بعد ركعتين او قال التشهد وقائم يعلم انه سيقتل. فدخل في الصلاه وقرا فاتحه الكتاب فقال والله ما تذكرت في الصلاه من كتاب الله الا قوله تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه. فسلم من الصلاه فوجد فارسا يلبس الثياب الابيض، طبعا هو كان منتظر القتل، وجد فارسا يلبس الثياب الابيض فصوب حربه ناحيه قاطع الطريق سكينه، فخر قاطع الطريق مقتول. فتمسكت بهذا الفارس الذي كان سببا في نجاتي من الموت وقلت له يا هذا من انت؟ قال انا رسول من يجيب المضطر اذا دعا. يا الله يا الله، ربنا يا رب يحفظك يا دكتور محمود حبيب. يعني الكلام الطيب مخلص، لكن للاسف وقتنا سريع جدا حبيب. في احلام مواطن في نهايه حلقتنا بشكر جدا جدا الداعيه الاسلامي الدكتور محمود شبل، بشكرك جدا يا دكتور ونورتنا. دعوه المضطر اذا دعا يا جماعه، اللي انتم بتشوفوه معنا دايما في التقارير دي ناس فعلا بتدعي ربنا وتبقى فعلا محتاجه اللي يقف جنبهم. اطمن معنا بتاكد في رساله حقيقيه مع احلام مواطن ان احنا محتاجين دايما نقف جنب الناس دي. خلصت حلقتنا، ما خلصتش مواضيعنا، اشوفكم بكره واحلام مواطن.